بعد توقف دام حوالي 3 أسابيع، عادت الفرق المشاركة في بطولة الدوري العربي للدراج ريس للمنافسة مجددا من خلال انطلاق الجولة الرابعة في 6 و7 من شهر يناير لعام 2011. وكما هو معروف، البطولة مكونة من 8 جولات، ومع نهاية هذه الجولة الرابعة يكون نصف عمر البطولة قد مضى، لكن بالتأكيد ملامح الفائزين بالفئات لن تتحدد حتى الجولة الختامية، كون المنافسة تشتد من جولة إلى أخرى والنتائج تتغير بعد كل جولة، سواء بترتيب النقاط وسواء من حيث قوة المنافسة، والمشاركين يكشفون لنا عن جديدهم جولة بعد أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. سابق عبد الله احمد من دولة الكويت. فئة سوبر ستريت. الحين التصفيات الأخيرة، وإن شاء الله نحاول نجيب فيها زمن، لأن حاشتنا مشاكل وإن شاء الله نحاول نتغلب عليها، وعلى الله إن شاء الله. سيارة فورد موستنج، ماكينة 427، عليها ستيجين غاز. فئة السوبر ستريت وبس، وانتم مثل ما انتم شايفين يعني ما في الا العافية. السلام عليكم ورحمة الله. انا المتسابق من مملكة البحرين، يوسف سامي الزياني. شارك في دولة قطر بسيارتي الكوريلا في فئة سوبر ستريت اوتلو، والسيارة كوريلا يعني مجهزة في البحرين، مجهزها يعني كامل في الجراج عندي، وعليها ماكينة 2JZ. السيارة فيها تقريبا 800 حصان، ويعني عليها في الماكينة سامون كامل الله، ويعني هذه السيارة أول جولة أشارك فيها في قطر. أنا بسيارة أجربها يعني في قطر هني، لأن السيارة أساسا قاعد أجهزها حق دولة البحرين، ففي البحرين الحلبة عندنا مبندة، يعني جينا هني قطر عشان نجرب السيارة شيكها يعني في دولة قطر. عندي سيارة ثانية إن شاء الله يمكن جولات الجاية قاعد أجهزها حق دولة قطر. هذه السيارة إن شاء الله تنافس في دولة قطر. أما هذه السيارة أنا جايبها كأنها أعتبر تستنت تيون، يعني قاعد أشيك السيارة أنا فقط. معاكم فهد الرئيسي من دولة الإمارات، أشارك في أوتلو 6. عندي سيارة جي تي مزودة ماكينة 2J توربو، وإن شاء الله توفق في السباق اللي سووه في قطر. سيارة مزودة بجير أوتوماتيك وعليها نايتروز. والله عندي عطل في الجير، غيرنا الجير، اخترب عندي الدفريشن، بدلنا الدفريشن بعد، الحين بدلين جير ماله، وان شاء الله هالمره نروح نكسر فيه الزمن، نروح نحطم فيه ارقام قياسيه. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. تسابق جاسم محمد حسين سليطين من دوله الكويت، شارك في فئه سوبر ستريت V8. عندي سياره ترانزام بونتياك تيربو كار، أمس يبنى أزمنة 5.9، كانت في مشاكل شوي بالسيارة، كانت عندنا مشكلة بالبوست كنترول شوي، كان ما يفتح الوايرينج، عدلنا الوايرينج، وإن شاء الله الحين بنجرب ونشوف شو اللي يصير. طبعا الماكينة LSX موتور،
436 كيوبيك انش سبلايد تيربو 106 مليمتر من شركة بوسيجن تيربو. طبعا ستوك سسبنشن مثل ما انتم شايفين، وان شاء الله الله يوفقنا الحين في التجربة ونيب زمن يرضينا ويرضي الجماهير اللي موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، حسين محمد من الإمارات من فريق RSG. طبعا انا اشارك فئة السوبر ستريت اوتلو 8 سلندر، وهي الجولة الرابعة. في الجولة الثانية طلعت الاول، والجولة الاولى الرابع، والجولة ان شاء الله امس في التجارب حققنا 481. طبعا هذا افضل رقم لي. طبعا الماكينة هي فورد بنظام النايتروس وجير عليها باور جلايد. طبعا السيارة مجهزة كاملة يعني بورشة العنابي، وان شاء الله الله يوفقنا ونجيب ارقام جديدة ان شاء الله اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المتسابق سعيد حسين الجاسم من المملكة العربية السعودية. والله مشاركتي بالسيارة فورد موستنج موديل 92، الحمد لله توفقنا بأول بطولة خذت الثالث فيها، والحين إن شاء الله غيرنا الإنجن بعد فيها، لأن السيارات ما شاء الله اللي هنا كلها بالتوب يعني في المحركات. والله واشكر قناة اللي هو جير ون على الاستضافة هذه، وصراحة الدكتور فادي ما قصر الله يعطيه العافية، واشكر الشيخ خالد بن حمد الله يعطيه الصحة والعافية ويطول في عمره ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، والله يوفق الجميع. والله السيارة طبعا الانجن فورد 418 طبعا كبريتر، الحمد لله نايتروز عليها من الستيج واحد، فان شاء الله ان شاء الله ان احنا بنشد الحيل ان شاء الله، ربي يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله، معكم صلاح الدين من البحرين. انضميت الى فريق بحرين وان مؤخرا، طبعا ما قصر سمو الشيخ عبد الله بن حمد دعم فريقنا للموسم 2010-2011، وان شاء الله نرفع الراس. يعني احنا طبعا سوينا محاولة تأهيل في الأمس محاولتين، المحاولة الأولى كانت محاولة زينة يبنى 447، والمحاولة الثانية كانت نوعا ما قدرنا نواصل في الرن لأن كان عندنا ويل سبين. فإن شاء الله حين آخر محاولة في التأهيل راح نحاول نحسن وقتنا، احنا حين أظن إذا ما خاب ظني في المركز الرابع، نحاول ان نحسن الموقف علشان في السباق يكون علينا اسهل ان نلاقي سياره تتنافس مع وقتنا في السيمي فاينل، احسن من ما نطيح مع سياره اسرع منا. طبعا السياره ما حصل عليها اي تعديلات في هذه السباق، السياره مستواها راح يكون يعني احسن وقت متوقعين منها في ال 338 او 339، لكن المعدل الوقت راح نشوف من هالسياره بين ال 440 واللو 44 اللي هو 449 ل 440. فان شاء الله توفيق من رب العالمين، وان شاء الله نشوفكم وتستمتعون معنا، وشكرا لجير 1 ولمتابعين جير 1.